هاي يا جماعة، ميرسي يا نصر. هاي يا جماعة، بصوا انا امبارح عملت معاكم ايه؟ قلت لكم هنعمل جبنة وقشطة، فجبت 2 كيلو لبن، قلت لكم هنسيبهم لغاية بكرة وهوريكم انا عملت ايه دلوقتي. تمام. القشطة اتعملت، هوريها لكم اهي، هوريها لكم ثواني. بصوا انا عايزة اقلب الكاميرا. هاي بصوا دي القشطة، بصوا اللبن من غير ما نغليه نحطه 24 ساعة في مكان دافي. تمام. دلوقتي هطلعها واوريها لكم وانا بطلعها كده. يبقى عملنا قشطة وهنعمل جبنة. تمام. ميرسي يا عم. بصوا بقى القشطة وجمالها، ما شاء الله ما شاء الله. واللي تحت القشطة، اللي تحت القشطة جبنة. ايه بصوا اهي يا جماعة، خايفة بس اهي. دي القشطة. طلعها كلها. فيهم مننا نعمله جبن. وريحتها حلوة. عايزة حاجة بقى ايه احط فيها. طيب نشيل كده القشطة على جنب. الجبنة محتاجة لسه ده يتخن شوية تاني. لا تخنه شوية، سيبه شوية مع نفسه كده دلوقتي واعمل معاكم حاجة تانية.
مكرونه وسلطه. نعمل طرف اهو. هاي ده جنين، ده الطرب يا جماعة اللي ما يعرفوش، ده الطرب بتبقى كفتة حواليها ده. اهلا يا روش حمزاوي. تمام، من غير ما احط سمنة ولا اي حاجة بحطها في الطاسة. تمام، هي بتيجي معمولة فيها بقدونس كده من جوه، واقوم حطها على النار. اوطي عليها واحطها على النار. ميرسي يا رضا. اوكي يا رضا احمد، اوكي تفضل جست. تمام، اغطيها بقى بحاجة. صباح الخير يا استاذة، صوتك واطي ولا انا اللي موطيش؟ صباح الخير يا استاذة، عامل ايه اخبارك؟ هاي كيف حالك؟ بس كده. اخبارك يا استاذ؟ نشكر الله. حالك منين بقى؟ منين؟ من سويسرا. احسن ناس من مصر. فيفر مصر حبيبتي. تحيا مصر، ثلاث مرات زي ما السيسي بيقول. سيسي حبيبي طبعا. جابوله دبدوب هدية في ال، شفتها في الكاتدرائية وهو جاي يعيد علينا. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ نشكر الله. انت غدا ايه؟ هعمل اللحمة، غطيت عليها. هعمل دلوقتي سلطة. ماشي يا ابراهيم. انت كده خلصت خلاص يا احمد رضا؟ لا، ما بتسأل ليه الأسئلة دي؟ انت ايش يعني هتعمل بيها ايه؟ اما تيجي تسأل سؤال اسأل سؤال يهمك او مهم بمعنى اصح. مش فاهمة ايه ده.